مع كلمه الحقيقه انا بتكلم بسيطتين. وصلنا جدا السلاجنه معاك في رئيس مجلس العقاري في اتحاد الصناعات وايضا شعب الصناعه العقاري في اتحاد غرف التجاره. انا بكلمك من الجانب الاخر من جانب الاستثمار والمطورين. في نقاط كثيره يجب ان تكون معلومه للناس. اول حاجه ان ترتيب مصر في دوين بزنس او في اداء الاعمال بيتراجع كل سنه في مجال تسجيل العقارات. ترتيبنا في مصر 2018 كان 119، في 2019 بقى 125، في 2020 بقى 130. اذا احنا بنتراجع في تسجيل العقارات ودي بتقلل من جاذبيه مصر الاستثماريه. ده بياكدني ان انا بحث على التسجيل من كلام حرفي ومنطقي وهو الجهه الدوليه اللي بتقيم مصر. ده رقم واحد. رقم اثنين، في نقطة أو بعض النقاط قليلة جدا ولكنها حاسمة في هذا الأمر. إعفاء السكن الخاص من كافة الرسوم على رسوم التسجيل ومقدارها لا يتجاوز 2000 جنيه. هذا الأمر سيحل إشكالية بنسبة 80%. السكن الخاص. أنا عارف ساعة كنت ناقش النقطة الأولى وهي نقطة لا ما أقصدش بس عشان يكون الكلام مفيد، عشان يكون واضح لنا جميعا. ده اقتراح سيادتك يصب برضه في إطار الموافقة على التعديل بتاع المادة 59 محاماة وعلى الإرجاء لإعطاء مهلة لضبط الأمور وعلى كمان تعديل قانون ضريبة الدخل لأن فيه ربط بالمرافق برضه. طيب لو أرجعت الشهر العقاري فقط هفضل في نفس الإشكالية زي ما أنت قلتي. أربعة أو خمس نقاط. النقطة الأولى هو أن القانون المقدم من حزب مصلحة الوطن قانون جيد ولكن بشوف انه لو حصل اندماج بينه وبين الحكومه سيحدث تغيير افضل لان قد تكون الحكومه بمناقشتها ومحصها قد تقدم اولا. سياده النائب الحكومه تقدمت مشروع قانون ماده وحيده للارجاء بس مطروح للمناقشه اكثر من مشروع خلاص الماده بتاعت الارجاء متوافقين احنا بنتكلم في المده في الارجاء فقط. باب التوافق هياتي من المناقشه داخل هذه القاعه ليكون هناك منتج امام الجلسه العامه لصالح الشعب المصري ودون انتظار لاي شيء غير المصلحه دون نظر الا للمصلحه الوطنيه. انا بستسلم في هذا القانون اولهم ارجو تسجيلها اعفاء السكن الخاص من كافه الرسوم على رسوم الشهر العقاري. هذا الامر يؤكد انه سيحل 80% من الاشكاليه لان معظم الناس عندها سكن خاص. واحنا ليها تجربه سابقه في الضريبه العقاريه واحنا برضه كبار في التطوير اللي قدمنا بيه وقلنا ان التسجيل او الضريبه العقاريه على السكن الخاص معفاه بيدي ما بدفعش اي ضريبه عقاريه. لما اكون انا بشتغل في مجال التجاره وبيع وبشتري بدفع ضريبه عقاريه. اذا ضريبه التصرفات العقاريه والضريبه العقاريه لا انا بتكلم على التسجيل. لا انا بقول ان الرسوم المصاحبه للتسجيل وهي متعدده بدءا من ال 2.5% الى رسوم اخرى قضائيه وخلافه يجب ان يكون ليها سقف سيلينج لا يتجاوز 2000 جنيه في حاله تسجيل السكن الخاص. تسجيل السكن الخاص يمثل 80% من المشكله. عدم ربط المرافق للتسجيل وعدم ربط ضريبه التصرفات ايضا للتسجيل نقطتين هامتين اللي الاثنين ما لهمش علاقه بالتسجيل. لو الدوله المصريه عايزه الناس كلها تسجل يبقى ما فيش ما يدعو اطلاقا للربط بين الضريبه العقاريه وبين المرافق وبين التسجيل. ده امر منتهي. الناس تسجل والضريبه العقاريه ده مصلحه قنالي اشوف ان هو يجب ان يكون لا يتجاوز 1% مش 2.5% طالما الحصيله هتتضاعف. لان الحقيقه لما كل المصريين هيسجلوا 90% من 25 مليون وحده سكنيه هيبقى في دخل كبير جدا. اذا الوصول ل 1% ده احدى المقاطع اللي بنتكلم عليها. وجود جهه واحده هي اللي تتلقى في رقم ثلاثه وجود جهه واحده هي اللي تتلقى الرسوم والاجراءات وهي اللي داخليا توزع الاعباء الماليه حاجه على فرد المحامين، حاجه على الرسوم الهندسيه، حاجه على الاعباء القضائيه ده يبقى من خلال الشهر العقاري. بمعنى انه زي بره اي حته انا اشتغلت في اكثر من دوله بدفع الرسوم في جهه واحده حتى وان كان في جهات فرعيه اخرى، بس المواطن ما يروحش يلف على المساحه والشهر العقاري والرسوم القضائيه وخلافه. ده يبقى جهه واحده. النقطة الأخيرة هو إن في حالات يجب أن تدرس إن في حالات فيها استحالة في التسجيل. في حالات فيها استحالة في التسجيل، وأنا راجل مسؤول عن هذا القطاع، بمعنى إن الوحدات اللي في وسط البلد اللي حصل فيها نقل ملكية، اللي حصل فيها نقل ملكية وتداول ملكية 10 20 مرة، كيف سيتم التعامل معها؟ في نقطة بقى مهمة جدا في القانون ده بتقول إن 7.5% رسوم التسجيل في موضوع الصحة والنفاذ سيقرر على كل حالة. طب لو أنا يعني الحكم اللي يصدر في القانون 7.5% رسوم. طب لو أنا النهاردة حصل أربع خمس بعد كده 40% من الوحدة. ده
كلام لازم يوم التسجيل 7.5% التسجيل والساحة ونفسها 2.5% دي الضريبة تتنقطع من النسبي والمهمات في الدعوة الدعوة ساحة ونفسها 7.5% لما يحصل إقرار للبيع معناها إن الأرقام هتبقى منطقية. في حالات فيها استحالة في التسجيل، في حالات حتى لو كان في إمكانية في التسجيل هيبقى هذا الرقم غير منطقي، عشان كده محتاجين مناقشة عشان كل المسارات دي تتحل. آخر نقطة التسجيل بالإيداع، يعني في المنطقة العربية الجديدة عملنا حل كويس جدا وهو التسجيل بالإيداع. مطبق فعلا. مطبق في مدينتين القاهرة الجديدة وشمسية فقط. وحقق نجاح إلى حد كبير جدا. اللي هو عبارة عن تشيك ليست بيتقدم ومجرد تقديمه في غضون 30 يوم الختم عليه يساوي التسجيل. وليس الفحص الطويل اللي بياخد أشهر وسنين. التسجيل بالإيداع جزء من المقترحات. هي دي 5 رسائل اللي هي أرجو إنها تقرر. أهمهم إعفاء السعر الخاص. ماشي. شكرا.